ولمزيد من الحديث حول التعذيب في السجون الحكومية والمطالبات القانونية والحقوقية بوقف التعذيب في السجون في اليوم العالمي لضحايا التعذيب، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان أمال الضفيري. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، شكرا. كما تلاحظين مطالبات من قانونيين وحقوقيين بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة الفوضى والتعذيب داخل السجون، بداية ومع تزايد حالة التعذيب في السجون، هل بات التعذيب في تلك السجون ممنهجا يستهدف حتى المحكومين وليس فقط من هم تحت التحقيق؟ نعم نعم، فعلا هو ممنهج ويستهدف فئة معينة من العراقيين. هناك سجون نظامية اللي المفروض هي تتبع وزارة العدل، وعندنا سجون تتبع وزارة الداخلية وسجون تتبع وزارة الدفاع، لكن عندنا سجون موجودة لكل ميليشيا في العراق. هناك سجن خاص بها، الحشد عنده السجن، العطائب عندها السجون، بدر عندها السجون. احنا هسه لحد الان مثلا توصلنا ادله من السجون اللي هي مثل سجن الحوت واللي السجون اللي نعرفها، لكن السجون اللي ما نعرفها هذه ما نعرف اصلا شنو قاعد يصير بيها. فنعم هو ممنهج وبموافقه موافقه كل الاحزاب الموجوده، وطبعا حتى بموافقه السفيره الامريكيه والامريكان. ونتذكر احنا كيف القدوه هو الامريكان، هم قدوه للميليشيات لما صارت تعذيب سجون ابو غريب والباقي. ولا شنو اللي يمنع السفاره او السفيره الامريكيه انه تنتقد وتتكلم عن حقوق المسجونين العراقيين؟ نعم نعم. طيب إذا كنتم كحقوقيين وقانونيين تطالبون باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنهاء التعذيب داخل السجون، ما تلك الإجراءات المطلوبة؟ احنا يعني ناشطين مدنيين، انا غير لست محامية. نعم نعم. لكن بدوري يعني تجينا احنا مناشدات من الأهالي، تجينا أدلة. وظيفتنا هو انه نكشفها، نعلنها، نقدمها للإعلام ونقدم أدلة على هذا التعذيب. طبعا كثير عندنا اتصالات ويا ناس طبعا وادله كثيره، بس عندنا مشكله انه ما نقدر يعني نتكلم بالاسامي وبالتفاصيل الدقيقه، لان راح يقومون بتعذيبهم اكثر، قتلهم، احتمال منع الزياره عليهم. فاحنا وظيفتنا ننشر ونفضح هذه التعذيب الممنهج ضد مجموعه، يعني ما راح اقول طائفه، ضد مجموعه معينه من الشعب العراقي. تمام. هذه الاجراءات التي تكشفون عنها التي تتخذ ضد المعتقلين والتعذيب الذي يمارس بحقهم، وانتم تطالبون كما قلت كناشطه حقوقيه حتى او ناشطه في مجال حقوق الانسان، هل تعتقدين بان الحكومه تستمع الى هذه المناشدات وتاخذ بها؟ هو مثل ما نعرف انه السيد السوداني طالب انه تاتي، يعني انه السجناء او اللي تعرضوا للتعذيب انه يبعثون رسائل مباشره الكترونيه. يعني خلال في شهرين تلقى 5000 رسائل تعذيب. الاجراءات وين؟ يعني هل هو السيد السوداني عنده السلطه على السجون العراقيه؟ وهذا السؤال، من هو صاحب السلطه على السجون؟ هل هو سجن واحد؟ يعني هل هي سلطه واحده؟ هنا سؤال، هل الحكومه جاده؟ خلينا تعطينا دليل انه هي جاده وتبدا تناقش وتناقش وتوضح المجرمين. احنا خلينا نحسن، راح اول مره انا راح احسن الظن، وهذا يعني مثلا نقول اخر 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 محاوله. السيد السوداني عندك كثير شكاوى، تفضل شوفنا شلون راح شو اسمه تنصف هؤلاء الناس. نعم. لماذا التاخير في اصدار قانون العفو عن كثير من المعتقلين المظلومين الذين يعني لم تكن عليهم اي اتهامات حقيقيه او ثبتت عليهم اي مشكلات قاموا بها؟ طبعا تكلمت انت حضرتك بالتقرير انه لاحظ من اللي معترض على قانون العفو العام؟ المعترض هو بدر والعصائب.
هؤلاء أكثر ميليشيات يعني مجرمة وأجرمت بحق المسجونين، وعندها على فكرة هي عندها سجون خاصة يعني، وليس فقط هذه السجون. المشكلة وين؟ إحنا عفنا من قانون العفو العام، لأن هم هسه يستثنون، يريدون يستثنون المحكومين 4 أرناب من قانون العفو، يعني يريدون يطلعون الحرامية، يريدون يطلعون تجار المخدرات، يريدون يطلعوهم ويتركون الناس الأبرياء المحكومين 4 أرهاب. يا أخي عوف عوف المريد، مريد قانون العفو، نريد محاكمات عادي لإعادة محاكمتهم، لأن هو أكثر الموجودين تقريبا 100,000 سجين، هؤلاء كلهم موجودين بسبب 4 أرهاب أو بسبب هذا المخبر السري. وعلى فكرة المخبر السري يعني أي معلومة العراقيين ما ينطوا راتب إذا ما يبلغ، يعني المخبر السري عايش على التبليغ عن الأبرياء، يعني أكله وعيشه وكله يعتمد على تبليغه للأب، ما يبلغ ما إلى راتب. فإحنا خلينا هسه إحنا يعني ليش نمسك بس بالقانون العفو العام؟ عوف القانون العفو العام، أنطونا محاكمات عادلة، أنطونا محاكمات عادلة، وخلي نشوف عدد الأبرياء وعدد الإرهابيين، وإحنا مع محاكمة الإرهابيين، لا في إرهابيين ولا إرهابي موجود داخل السجون، كلهم أبرياء يتعرضون للتعذيب الأسباب طائفية مقيتة والأسباب كثيرة. نعم، أشكرك جزيلا الناشطة في حقوق الإنسان سيدة أمال الظفيري.